سلام الله عليكم جميعا واهلا بكم جميعا منتسبي منبر طيف وحرير أذناء. اسعد الله اوقاتكم بكل خير اينما تواجدتم، اهلا بكم. بعد ان شاء الله قليل وقت قليل لتجيكم الصور الخاصه بعمليه تسليم التبرعات اللي متبرع بها الشعب الصحراوي، صحيح منظمه من طرف منبر طيف وحرير أذناء، جمعيه التواصل الثقافيه التضامنيه في بلاد البصك، سنابل الخير والوقف الإسلامي، ولكن باسم الشعب الصحراوي جميعا نشكر شكر خاص 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 كل من شارك اليوم، رغم اليوم عن ياسر من الناس صايم ورغم الحمان ورغم لب الدعوة وكان حاضر في مقر تسليم هذه التبرعات، نشكرهم ونشكر الأخوة منذ 48 سنة منذ 48 ساعة وهم يشتغلوا في الجمع وفي الشراء وفي التعليب وفي طبع الملصقات وفي ياسر، ونشكر كل الإخوة الصحراويين أينما كانوا. المهم الرسالة وصلت ولا زالت الصحراويين ليتفاعل بمساعدات، بالرغم عن احنا لاجئين منذ 46 سنة، ولكن ما ننتقعسوا مهما يكون عملنا الواقع عنا، ما ننتقعسوا ولهنا بصم كيف تركيا وكيف بريطانيا وكيف فرنسا وكيف اسبانيا، دول مستغلة ودول عظمى، ولكن الشعب الصحراوي حتى هو دولة ما رغم محن ورغم الظروف له يشارك حتى هو لأخيه الشعب الجزائري. هذا هو المضمون، هذه هي الرسالة الكبيرة، العنوان الكبير على الشعب الصحراوي. كان حاضرا اليوم، كان حاضرا وبقوة، بقوة أبنائه، بقوة مجتمعه، بقوة كل أفراد الشعب. ولكن نرجع لموضوع ثاني، وربما موضوع النقاش فيه ممل والله متعب حقيقة. نحن منذ 10 أيام عند منين بدأت الأزمة، بدأت الحرائق تشتعل في تزوز ومناطق باقية من الجزائر، كانوا الإخوة في منبر كيف نحرر ضناء، وفي مهم كانوا الإخوة باتصال مع السلطات المعنية، الجهات الرسمية للدولة الصحراوية الرسمية والجبهة الشعبية، أعلى موافقة حقيقة. رأينا بعض من التماطل، هنقولوه بكل شفافية باش يعود واضح، رأينا قدر من التماطل لا عليه، ولكن في الأخير وافقونا، قالوا عن فكرة حميمة وفكرة زينة وفكرة ممتازة، وعلى الجبهة الشعبية اللي تعلن عنها رسميا. فوت نهار علت عن الجبهة الشعبية رسميا على أن تعطي ل ل ل ل ل ل عن طريق التنظيم السياسي للدوائر والولايات على ما يقوم بهاي الهبة، والله الحمد لله هم ماشي فيها إلى اليوم. هذا هو اللي عمل حميد وعمل ممتاز. منين المشكل؟ المشكل نحن ما قصرنا، كل خطوة نعلموا بها تخوفا من المزايدات. أي خطوة آخر وقت مهم تصلنا، قلنا احنا خلاص نجمع الأموال وحولنا الأموال إلى داخل مخيمات العز والكرامة اللي هم جايين برا، ونجمع التيك اللي بالداخل. اتصلنا بممثل مهم، اتصلنا بالهلال الأحمر الصحراوي، وطلبناه وقلنا له عنه خاص يجينا حد، يجينا أي حد يمثل الهلال الأحمر الصحراوي باش يعود هو المسلم، وهو نقدموه، نحن نقدموه هاي الفعاليات، يقدموه من أجل يعود حاضر النظام بقوة. ولكن قال عنه ما عنده تعليمات، ما عنده تعليمات على هذا الموضوع، وربما يعود، ربما ما نعرف. المهم استعذر وقال عنه طلبنا التوفيق وطلبنا النجاح، غير عنه ما يقد لأنه ما هو معلم. وهذا هو مبدئيا، هذا عمل معدل الشعب، عمل معدل في داخل مخيمات العز والكرامة، ولا يسلم على مدى 4 كيلومتر 5 السلطات السلطات الجزائرية في سندوف. كان بالأحرى أظن الفكرة الصايبة على ممثل من الهلال الأحمر يجي، هذا مجتمع مدني، هذا جمعيات، هذا منبر، هذا باسم الصحراء الصحراء، يجي ممثل الهلال ويعود هو القدام، ويعود هو متقدمنا، ويعود هو اللي لاقي الكلمة، ويعود هو اللي معبر عن ذا كامل. ولكن يا للأسف هذا ما خلق، وهذا خاصه يخرص من
شنو هو مسبب هذا؟ موجوعين قاعد عنه معلم، هو منه اللي يعلمه؟ فرحانين فرح، هو منه اللي يعلمه؟ هو ما نطلب من فعاليات ترعى مسائلها، تعال زور هي الاولى، تعال مقرها معدل معدل تبرعات في المدرسه القرانيه محمد امين دايره قلت له تعين، تعال خرص التقى مع الناس شو خر ومشي معاهم، ولكن ما علمت. الله غالب. اتصلنا منذ 4 ايام، اتصلنا بالمؤسسه الاعلاميه للدوله الصحراويه، كان التجاوب في البدايه قال عنه ما هو علم، ولكن ما عنده مشكل، ما هو علم، ولكن ما عنده هذه ما هو علم. انا ما نفهم كيفاش ما نفهم ما 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 نفهم ما هو علم. هم ما نعرف اللي علمونه كانوا وحي ينزلوا ولا شنو. المهم كان جاوا معنا جزاه الله خيرا، والبارح علمنا عن جهزنا وعلى اننا ماشيين الساعه 10، عن امورنا كامله جاهزه، عن قبضنا الترخيص، قبضنا السباسي، قبضنا لورد مسؤول، قبضنا وصل الاستلام اللي نعدوا، عن مسائلنا كامله منظمه، امورنا كامله، قرطنا معدل. ما كان عنده مانع حتى، قال اتصل بالوالي والوالي اتصل بممثل الاذاعه الوطن الاذاعه الجهويه بولايه العيون، ولكن الوالي ربما تكلم معه واحد او اثنين ولكن ما رد عليهم. هذا اللي موجب ما يخصص هي كامل، لكن هذا كان التصحيح دوري دور ان شاء الله ترجع الامور لمجراها، ودور يعرف عن العمل ما هو عمل فردي ولا هو عمل رجاج عمل مؤسساتي، هذا عمل الشعب. هو بدون شعب ما خالق شيء، بدون شعب ما خالق نظام، بدون شعب ما بدون مجتمع مدني، بدون هيئات مدنيه تحيي المجتمع ما خالق شيء. لذلك على المعنيين بالامر العنايه بالمجتمع المدني، العنايه بالشعب، العنايه بالشباب اللي يخسروا وقتهم صايمين يكابدوا من اجل ايش؟ ما هم من اجل درش في جوهم حاشا، ولا هم من اجل قال فلان ديروا هو الزير وديه رئيس حاشا، من اجل هذه القضيه، من اجل هذا الوطن فقط. لذلك اللي ما يقولوا راسه شيء والله ما والله 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 مولانا ما قد يفصل يديه يدخل خلوه ويفهم روحه هي الاولى، حتى انه قد يعود يتكلم باسم الشعب ويمثل مؤسسات الشعب ويمثل مؤسسات الدوله. وهذا اظن عنه راه ما مقصود به اي رقاز، ولكن هون خلل الناس راه كبير. منين تعيشوا تعرف تخبط راسك تقول التنين قايس، منين قايسين؟ معناه عنه خاص يعود العمل جماعي من الرئيس الوزير للقائد للمسؤول للمواطن في القاعده الشعبيه من اجل مصلحتها الشعب. هي شاريه من الشاطحين كاملين، شاريه من الشاطحين كاملين، ثقلها ما يعود الى القاعده الشعبيه، واذا حتى اذا قامت القاعده الشعبيه وانتفضت ما يعود ملي يمرق منها اصباع ولا تعطى لها اهميه. حتى احنا ما نطلب من حد يعاوننا، والله يمشي لنا كميون، والله يمشي لنا وتر، والله يطبع عنا عند مطبعاته كامل وعدل، واموال الخيرين. احنا طلبنا رقاج شخص من الهلال الاحمر يجي معنا فقط، طلبنا وسيله صحراويه، وسيله واحده اعلاميه تلفزيون ولا لغات، واحد يجي ويتكلم ويدير لقاءات مع الناس. اذا ما عدوا الصحراوي عدوا الجزائريين، التلفزة الجزائرية، التلفزة الكبيرة الصلية العالمية خلاص كانت حاضرة وغطات وسجلت المناضلين، قناة الشروق، قناة النهار، إذاعة تندوف، كل الوسائل الإعلامية كانت حاضرة وبقوة. أين الإعلام الصحراوي؟ أين المؤسسات الصحراوية مثل هلال الأحمر ومثل باقي المؤسسات؟ الله غالب. منذ 48 ساعة وهم يشتغلوا في الجمع وفي الشراء وفي التعليم وفي طبع الملصقات وفي ياسر. ونشكر كل الإخوة الصحراويين أينما كانوا. المهم الرسالة وصلت، ولا زالت الصحراويين يتفاعل بمساعدات، بالرغم أن احنا لاجئين منذ 46 سنة، ولكن ما نتقاعسوا مهما يكون عملنا وواقعنا، ما نتقاعسوا. ولهنا بصموا كيف تركيا وكيف بريطانيا وكيف فرنسا وكيف اسبانيا، دول مستغلة ودول عظمى، ولكن الشعب الصحراوي حتى هو دولة ما رغم محن ورغم الظروف له يشارك حتى هو لأخيه الشعب الجزائري. هذا هو المضمون، هذه هي الرسالة الكبيرة، العنوان الكبير
الآن الشعب الصحراوي كان حاضرا اليوم، كان حاضرا وبقوة، بقوة أبنائه، بقوة مجتمعه، بقوة كل أفراد الشعب. ولكن نرجع لموضوع ثاني.